وللحديث عن الأحداث الأخيرة في ذي قار وفوضى السلاح المستمر في العراق، معنا من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تحية لكم ومشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. محافظة ذي قار أصبحت بحسب نواب رهينة لدى بعض العشائر والميليشيات، وهناك أتاوات تفرضها على الشركات والمستثمرين. يعني أين السلطة وهي تملك نحو مليون عنصر أمني؟ نعم، لا شك. بداية دعني أقول بأنه المجتمع العراقي بشكل عام تعرض لأزمات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية. هذه القضية أدت إلى فقدان الأمن وإلى فقدان الضبط الاجتماعي في عموم العراق يعني، وبالتالي انعكس بشكل سلبي على الأداء الذي تقوم به العشائر الآن في المناطق الجنوبية. يعني هناك علاقة طردية ما بين العشيرة وما بين قوة الدولة، فالعصبية العشائرية تضعف وتقوى تبعا لقوة وسيطرة الدولة. عندما تضعف الدولة تقوى سلطة العشيرة، والعكس هو الصحيح، لأنه عندما تقوى الدولة تضعف سلطة العشيرة. نعم. المشكلة في العراق بأن هناك فوضى سياسية وأمنية. نعم. تنعكس على الكثير من التفاصيل في المجتمع العراقي. نعم. يضاف إلى ذلك بأن ضعف القانون وضعف مؤسسات الدولة أدى إلى ظهور هذه القوى العشائرية بشكل غير مسبوق في العراق، خصوصا بعد عام 2003. نعم. بأسباب متعددة، من ضمنها يعني علاقة بعض المسؤولين الموجودين في الدولة مع هذه العشائر، بحيث أن هناك قسم من العشائر تسلح من قبل الدولة بشكل رسمي على أن تقوم بأداء الولاء لهذا الحزب أو لهذه الطائفة أو لهذه الشخصية. يضاف إلى ذلك بأن تدفق السلاح من دول الجوار أدى إلى تسليح كثير من العشائر على غرار الميليشيات المسلحة التي تعمل في العراق، وبالتالي يعني سيادة العقيد، نعم أنا معك، ولكن ونحن نتابع هذه الفيديوهات التي تبين يعني كمية الأسلحة. يعني من أين حصلت هذه العشائر على هذه الكميات المهولة من الأسلحة، بعضها متوسط وبعضها ثقيلة؟ نعم، هل ممكن أن تكون دول الجوار فقط هي من تدعم العشائر بهذه الأسلحة بهذه الكميات؟ نعم، بداية دعني أقول هناك ازدواجية في التعامل من قبل الحكومة أو من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية في التعامل مع ملف الأسلحة الموجود لدى العشائر. يعني عندما تأتي إلى المناطق الغربية الآن لا تجد قطعة سلاح واحدة في كل بيت. صح، فعلا. بينما عندما تلجأ إلى المناطق والعشائر الجنوبية تجد بأن هذه الأسلحة موجودة، الأسلحة متوسطة والأسلحة ثقيلة، بحيث هناك تصريحات لقسم من المسؤولين العسكريين التابعين إلى الحكومة يقول بأن الأسلحة المتواجدة لدى العشائر الآن هي أقوى من الأسلحة المتواجدة عند الأجهزة الحكومية، وهذا يعود لأسباب كثيرة. أولا وجود السوق السوداء بالنسبة للأسلحة. نعم. هذا موجود بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأن تدفق السلاح من إيران إلى العراق أغرق السلاح في المناطق الجنوبية بشكل كبير جدا، بحيث أصبحت تجارة رائجة في مسلحة بيع الأسلحة. يضاف إلى ذلك بأن الترسانة القديمة للجيش العراقي تم الاستيلاء عليها من قبل العشائر، وعندما كانت في تلك الفترة قوات الاحتلال كانت جهودها منصبة على المناطق الغربية. نعم. باعتبار أن المقاومة العراقية انطلقت في المناطق الوسطى والغربية والشمالية من العراق. صح. أما المناطق الجنوبية لم تكن فيها مقاومة، فلذلك كان جهودها منصبة على تلك المناطق، مما جعل هذه المناطق. نعم. ولكن أمام هذا المشهد، يعني ليس عدم قدرة الحكومة على ضبط السلاح بقدر ما هي لديها انتقائية، يعني رغم إعلانها أكثر من مرة على جمع السلاح، ولكن هناك انتقائية. المحافظات الغربية كما ذكرت يتم فعلا جمع السلاح، ولكن المحافظات الوسطى والجنوبية يتغاضون عن هذا الموضوع. نعم، لا شك بأنه بداية دعني أقول بأنه غياب الإرادة السياسية وعدم قوة أجهزة ومؤسسات الدولة العراقية هي سبب رئيسي في الانفلات الأمني الموجود الآن في جنوب العراق. يعني تصور أنت بأنه مريض في مستشفى يتوفى، يعني يتم الهجوم على المستشفى ويتم إجبار الطبيب على دفع دية هذا الشخص الذي توفي، أو بعض الأمرار يتم اعتقال شخص، يعني يتم بأنه تكون هناك دقة عشائرية يسمونها بالذهاب إلى مركز الشرطة إخراج المتهم بالقوة. يعني ليس هناك قوة قادرة على فرض القانون وهيبة الدولة في المناطق الجنوبية. وهذا يسوقنا إلى سؤال: كيف يمكن للمواطنين العراقيين أن يثقوا بعد اليوم بإمكانات القوات الأمنية؟ هل هي قادرة بالفعل على القيام بالمطلوب منها؟ المحافظة توشك على الخروج عن السيطرة، محافظة ذي قار وغيرها من المدن العراقية.
نعم لا شك هذا ما موجود في العراق، يعني حقيقة الحكومة غير قادرة على السيطرة على العاصمة بغداد، فما بالك ببعض المحافظات التي يتواجد فيها الأسلحة بهذه الكميات الكبيرة وأسلحة نوعية بحيث تصل إلى أحاديات وإلى رباعيات وإلى إلى إلى هاونات وما إلى، يعني أسلحة ثقيلة، وبالتالي هناك يعني نستطيع أن نقول يعني هناك تواطؤ في هذه القضية أو أولا. المسألة الثانية هناك تواطؤ كثير من المسؤولين الموجودين في السلطة مع هذه العشائر، وهناك علاقات مع الميليشيات المسلحة التي تمنع من مصادرة هذه الأسلحة وتمنع الأجهزة الحكومية من الذهاب إلى هذه المناطق وحصر السلاح بيد الدولة، وهي تفسر الجهة المستفيدة بإبقاء العراق بهذه الفوضى الأمنية والقضائية والتي جعلت العشائر والميليشيات من ورائها أقوى من مؤسسات الدولة. نعم لا شك بأنه الآن يعني عندما تأتي إلى الدولة تجد بأن هناك دولة موازية تقودها الميليشيات، وهناك الآن حقيقة ظهور لقوة العشائر بشكل غير مسبوق في العراق عما كانت عليه قبل عام 2003، وهذا يعطي دلالة واضحة على ضعف الدولة وغياب الإرادة السياسية والعسكرية في الضبط أو حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الخارجين عن القانون سواء كانت عشائر أو كانت ميليشيات. شكرا لك العقيد الركن حاتم الفلاحي على وجودك معنا في بانوراما رافدين، شكرا لك.